الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أفادت وكالة بلومبرغ بأن السعودية والعراق زودا أوروبا بالنفط الخام، ما يساعد مصافي النفط في القارة في التغلب على النقص الذي تعاني منه. وذكرت الوكالة أن أكثر من 1,000,000 برميل من النفط الخام وصل إلى أوروبا من الشرق الأوسط بشكل يومي في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر تموز عبر خط أنابيب يعبر مصر. ووفق بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ، تضاعفت الأحجام تقريبا عما كانت عليه قبل عام. وأثارت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا رد فعل عنيف من الشركات الأوروبية، حيث اختار العديد منها التوقف عن التعامل مع موسكو. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1,300,000,000 دولار. وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد 1,318,586,000 دولار بمعدل يومي 263,717,000 دولار، منخفضا بمقدار 0.85% عن الأسبوع الذي سبقه. وأضاف المصدر أن معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج إضافة إلى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط 15 حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي. وقال بيان الهيئة أن الحاويات المضبوطة كانت تحتوي أنابيب حديدية ومواد إنشائية وحاويات ونفايات بلاستيك وملابس مستعملة، وجميعها متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة، مشيرة إلى إحالتها إلى مركز شرطة الجمرك. بدأت الحكومة الأردنية حملة مكثفة للحد من حالات التهرب الضريبي عبر توعية المواطنين بطلب فاتورة رسمية عند الحصول على السلعة أو الخدمة وتمرير صورة عنها إلى مكاتب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وتأتي الحملة الحكومية بهدف زيادة إيراداتها من الضرائب، بخاصة ضريبة المبيعات، من خلال الحد من حالات التهرب الضريبي التي يقدر حجمها بنحو 1.5 مليار دولار، فيما تقدرها الجهات المختصة بأكثر من ذلك. وتمثل الإيرادات الضريبية عصب الموازنة العامة للأردن، تشكل أكثر من 50% من مواردها، حيث بلغت حصيلتها العام الماضي حوالي 7,500,000,000 دولار. أظهرت دراسة حديثة انكماشا اقتصاديا في منطقة اليورو مع تباطؤ كبير في عجلة التصنيع الأوروبية. وكشفت الدراسة التي أجرتها مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال أن أكبر انخفاض في النشاط كان ملموسا في ألمانيا التي عانت من أثار ارتفاع الأسعار والطلب الهزيل على منتجاتها، كما اقترب الاقتصاد الفرنسي الذي يقوده المستهلكون المحليون والخدمات من الركود، لتشير التوقعات إلى مزيد من التفاقم في منطقة اليورو خلال أشهر الصيف. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.